الوالدين في تربية الأبناء وهم صغار. كيف هذه الحالة قد تحصل؟ طب انت في اللغة تموت. نقول له تعمل ثلاث سنين، كيف بده يزيد يقول لك مش عارف نتعامل بكلمات ولا مش متعود. لما المرأة تخلي الموت يعني في بطنها ولا ترميها ولا مسكرت ولا مش في سنها، تشرع عبارة ممكن تكون كذا. فأقول أن إذا سقط الجنين أو إذا عاش مدة عام يعني ثلاثة قبل البلوغ حتى 9 سنين 10، إذا مات وكان من المسلمين فهو إلى الجنة باتفاق العلماء. حصل خلاف بين العلماء ثم انعقد الإجماع. علاه حصل ذلك؟ كفاية ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام خطر اسمع عائشة أم المؤمنين تقول أنا كنت صغير مات قالت عصفور من أعصاب الجنة. قال لهم لا يدري غضب أصلا صغير لا يدري ولا يسأل وهو من أبناء المسلمين ويتابع لوالديه. قال إن الذي ما أراد أن يعلم عائشة التي في سبعة تحكم على باتفاق الأئمة أن المرأة إذا بلغت المحيض يفرض عليها
بني قومنا وتلك هذه الحركات والتصرفات وسبحان الله الكفار والمكرمين لا بسبب تهم فقط الله الغني نسأل السلام كيف موضوع في فترة الحياة راني من البلوغ وراني جايين بالبلوغ حتى الموت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزول قال ما عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن نفسه عن عمره في ماذا وعن شبابه في ماذا وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله مما اكتسبه هو فيما انفقه وكان هذا خلاص عمرك طلعت عمرك وش كنت تدي وشبابك بالذات وش كنت وش درت والمال بتاعك هذا اللي تستلزق به وتوكل به في الاولاد وتدير فيه في الاسره وكذا منين جبته وراح تنفقه هذا ايضا محل امتحان اللي هو الحياه الدنيا التي يسال عنها الانسان في يعني في يوم الحساب كما سياتي ذكره ان شاء الله تعالى. وظيفه المسلم تكلمت في المسجد العتيق عن هذا الموضوع ما هي وظيفه المسلم المسلمه لان كان الموضوع ايضا مميز مختلف اضيف اي شيء ان المسلم في الدنيا مامور بالعباده لانه خلق من اجل العباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني الا ليعبدون يعبدون هي يعبدونها كما قال يعقوب لكن هل نحن مستجيبون لهذه الوظيفه او مجرد لا نعرف الايه تحسب الذريات وتطلب المكاسب ينبغي زيد العباده كان عماره الارض ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوا ظلما وطمعا اذا كما نعرف احنا مامور المسلم يصلي بصوت صحيح يبني جوامع صحيح يبني المستشفى يبني المدرسه وندخلكم مدخلا ومدخلا كريما كما يسمى النساء
يقول كلا يا ملاك عنا عبدنا يا إذا قدرنا اليوم تموت ليلتها. ما يقولوش هم القيامة تقوم بالسمانة الجاية ولا تقوم بعد 100 سنة صعبة ولا 1000 سنة. ده خلاص العمل بتاعي خلاص، ولكن كيف عم تستفيد؟ إذا اتهم ديالهم سبتهم ولا لا؟ ودخل على زوجته كيما واحد مسكين
راك تصوم، راك تحج،
تأتي الحياة البرزخية. ثم هونية المؤمن خلينا نجي. أما الكافر أو الفاجر زوج أصناف. الكافر يعذب في القبر خلق جهنم والرب لا تقيم الساعة لأنه يشوف من طاقة هذه يقول لي العذاب عليه أضعاف مضاعفة. وعذاب الكافر في القبر لا ينقطع أبدا. ولهذا جاء الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في أبو البشير بخصوصية ثم قال حيثما مررت بقبر المشركين فبشره بالنار. هذا هو الفرق بين المسلم والكافر. هذا هو الفرق لما الناس يقدسوا اوروبا وامريكا وكذا من اجل المال والجمال والاقتصادي والتطور الاقتصادي والالكتروني وكذا وهذا تلقى انا مش احنا ناس مصيفين روح ارجع الخطبه تاعي تاع الجمعه تاع حقيقه الحضاره. اعترفنا بالتفوق تاعهم العسكري والتقدم الاقتصادي والنظام الاداري في اوروبا واعترفنا بتجاوز بنينا في التكنولوجيا التقنية بالصحة الأخلاق في الديانة في الإيمان المراحل من أكبر الكفار الذين يرونهم بابا ولا قسط ولا صلاح ولا شيء. إذا قلنا الكافر يقضي مدة البرزخ في عذاب الليل وما ينتظر أشد وأعظم. أما المؤمن إذا كان مسلم ولكن عنده قدر يقتل في سبيل الله الشيء فما بوجهه الدار ما بوجهه مسلم ماذا؟ احنا نقول ربي انت مش صدر في مع المسلمين لما حتى يسوع ما عرف انا من الناس شوف كيف تخاف الناس بزاف كان الاصنام تعرف كيف تدعي وتفهم الواقع حتى ما تسرعش وتحكم على الناس بالمظهر ولا لا. لكن نقول ترك الصلاه جريمه كما نقل الامام الذهبي اجماع على ان ترك الصلاه واحده اعظم من القتل وارتكاب الفاحشه وقطع الطريق ولو كان يعني ترك الصلاه لا يزال مسلما او شرب الخمر والانسان وقلنا عقل والديه الانسان اللي اكل حقوق الناس، الانسان السارق، الانسان المرابي، الانسان كذا، الانسان لا، الناس راهم يصبوا الطرومبيل تاع واحد. اعطيني الكوراج تاعها، اعطيني الكوراج تاعها، نفتحوا به الدبش ونحاربوا به فلسطين. يجي في الليل بكري يا ربي فلسطين، راهي حبيبي تاع ربي العزيز، تعب، ما تخافش ربي يدعك على الحاجة ولا يجيك شهاد قبس من السماء. تفضيل من الله لهؤلاء ان وفقهم لهذا الخير ولا يكلف الله نفسا الا ما
قيام ينظر. ينفخ إسرافيل عليه السلام ملك عظيم عنده بوق، كما تقول احنا مش هنسوي مثلا بوق هذا يسمى الصور، لما ينفخ كانوا الناس مزرحة تدخلوا عليه الساعة، ينفخ يموت الناس كلهم، كان يرى في الحرب يا أخي كانوا مزرحين، لما ينفخ إسرافيل دخلوا له وجدوا بتاعه يصحى على الدنيا. النفخة الثانية يبعث الجميع يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم جراد منتش، كأنهم إلى نصب أو نصب يوفضوا، كأنهم ذوك الذباب ولا رايح اتجاه بو ولا الناس رايح اتجاه معنى من المعاني. نجتمع في أرض المعشر عند الله تعالى يجمع الله الأولين والآخرين. أمة المسلمين من خصائص ذكرت لكم محاضرة خصائص الأمة المحمدية. إحنا نخرج ترتيب التاريخ خير آدم ونوح وإدريس وجليل الأنبياء وإبراهيم ويتكلم وعيسى عليه ومن بعدين حضر السلام. أصلا بعثة النبي أول علامة من علامة الساعة بعثة النبي ونحن نعترف بالساعة، لكن نحن الذين نحاسب أول ما نطولوش نستنى ويسلم. وهذه من خصائص الأمة المحمدية أن النبي ربيع يبدا في الحاسب في يوم كان مقدار 50 ألف سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري: ما من أحد منكم إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمة. اللغة في التعبير من آيات خلق السماوات والأرض واختلاف أسئلته والوهي إن في ذلك الآيات العالمين ومن العالمين. يكلمك رب بشر يقررك بذلك وبحسنتك وسيئتك منا منذ بلغت إلى أن توفاك. كيف تسأل كيف وقتك؟ هدايا سمعت واحد مسكين جاهل يقول زعما ربي يرحم الحسن هذا كله. كيف بنا ميتة يا انت مش بيك هذا مش بيك؟ روح دير حاجة روح احرق فلوس وما نمتكش بعد بروسس لحظة المرة. صافي وبعد باش يقول لي حاسب وربي انت هذه هي الحياة الثانية. روح اخذ الموضوع روح دير شغلك يا اخي تهدرش مزيان. كاين بعض السفهاء سمعناهم يقولوا لما يحدثوا الناس من جهة اخرى هذا مش كل جهة مش من راحوا جهة مش ديك مش ديك. اين الذين
إذا لم تحس بها تروح للنار وزيد عليه تروح للبعث الجنة، يعني نسبة كانت تروح للجنة
النار يا جماعة فيها زوج أنواع من العلم، هم زوج برضه، بس اسمع شنو هو. كاين ألم وكاين ندم. الألم هو النار، 70 كثرة الحسرة، من كثرة الألم ومن كثرة ما يعانونه من معاناة من العذاب الألم. النوع الثاني من العذاب الألم النار هو الندم، الحسرة. يا ليتني ما نعمل بحياتي. وخاصة حلو خالدين لا 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 زي ما هي لا يموت فيها ولا يحيا من هذا قسم النار. أما بدليل بعد الآية مخيفة بسرعة قال كما فسر أصحاب النار أصحاب الجنة أن أقيدوا علينا من النار أنظر لهم الله قال الدعاء استجد يعني ربي عافيك خاصة المهضرة لو كانت قريش ومحمد قال تجد الأب في النار ويقول لك روح الجنة أعطيني ما يقول إن الله حرم فهو نعيم مقيم دائم لا مقطوعة ولا ممنوعة ليس فيه ألم جنة ما فيهاش موت ما فيهاش مرض ما فيهاش ديكوطاج صح عبارة للملل ظلوا كمان شوق تحوس تمل أعطي من بينها الملل لا ما كاينش ملل لأن الثمرات والفواكه واه ما فيهاش الحسد والحقد والجهل ما فيهاش واحد تكرهه في الجنة خدمة البلاد المؤمنين في سالم جنة ربي يفوز على قطار ونزعنا ما في صدورهم قد اختلف مع يعني صالح وهو صالح خير من الجنة أكفاه ما فيهاش رغيب ما فيهاش حاجة ما فيهاش حسد يوري قالوا ما كانش نو ما كانش أهل الجنة لا نو التكبر أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مكانا لباسا قد يجعلك يركب مش ما تحتاج نو كيما يركب ما تحتاجش تروح التواليت تحتاج أكما أهل الجنة ما لا يتذوق الآن المادة اللي ياكلها هي الشعر الأصفر لكن كونها مادة تؤكل لازم تعوضها مادة أخرى تخرج من الجلد كالمسك عرق عرق رشح رشح المسك مسك المادة اللي ياكلها ما فيها شعر لكن المادة الخضرة كما رشح بها ربي يعافينا له ما يتجاوزنا فيها ولدينا مزيد في بعض الرؤيا أكبر من أكبر عليه إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني لا تهون أن يكون الإنسان يتفوق القرآن ويحرك الشريعة ومبتدعة من الذين أولوا سيدنا المولى عز وجل هذا الشيء لا نسمع به. مش أمر في محل خلاف ومحل اجتهاد ولا كذا. أجمع السلف النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لأن الله يرى ويرى كما يرى